بنرحب بحضراتكم بعد الفاصل والبيت الكبير، فقرتنا الحوارية الأخيرة مع واحد من نجوم الكرة المصرية. يمكن اسمه ما ارتبطش بالأهلي لكن له منزلة كبيرة جدا عند كل الجماهير. منورنا النهاردة في البيت الكبير الكابتن الكبير شريف الخشاب، نجم فريق غزل المحلة الأسبق، واحد من اللعيبة اللي أسهموا الحقيقة واللي ليهم باع طويل جدا وتاريخ مغلف بالتألق والنجومية مع الساحرة المستديرة. النهاردة بنفتح معاه العديد من الملفات وطبعا عودة مهمة جدا لغزل المحلة، يعني من جديد للدوري وشكل البطولة قبل انطلاق مباريات كمان الجولة الثانية، يمكن بكرة غدا أربعة، يعني منافسة قوية جدا. كابتن شريف منورنا في البيت الكبير. ده نورك، وسعيد ان انا اكون معاكي ومع نجم مصر الكابتن هاني، ودايما متألقين. سعيد بالاستوديو الجميل. اخر مرة كنت في قناة الاهلي شاف تطور كبير قوي عن اخر مره، وبسم الله ما شاء الله من تالق لتالق كده. دايما منورنا. منورنا كابتن، مشرفنا في البيت الكبير، وزي ما قال سام اسم كبير في عالم كره القدم وخاصه في غزل المحله. ولو جبنا اسم بس غزل المحله كده من الاسماء اللي الناس عرفتها، نادي شركه لكن نادي شعبي كبير جدا جدا، وعودته بعد غياب طويل للدوري السنه دي شفته ازاي كابتن؟ نادي المحلة زي ما انت قلت له تاريخ كبير، وهو احد السبع العظماء اللي خدوا الدوري العام. نادي المحلة خد الدوري العام سنة 72-73، وكان متصدر الدوري العام في حرب اكتوبر 73، بس الدوري ما كملش. نادي المحلة وصل نهائي بطولة افريقيا، وكان وصيف وللاسف ما حصلناش على البطولة، كان قدام كارا بتاع بطل كونغو برازافيل. عمل اسامي كبيره جدا، ما ننساش الجيل الكبير اللي حقق البطوله، الله يرحمه كابتن السياجي، السيد عبد الجواد، عمر عبد الله، محرز، يعني اسامي كبيره جدا، اسامي كبيره، احمد ابو اسماعيل، ابراهيم حسين، عبد الدايم، فؤاد بخيت، البشلاوي، لو عديت عشان ما ننساش حد، حنفي هليل، دول حققوا او حفروا اسم غزل المحله بحروف من ذهب حقيقي. ودول كانوا تقدر تقول الاساس اللي احنا الجيل اللي بعده اللي طلعنا يعني بنيتوا عليهم، بنينا عليهم ولحمنا فيهم وتعلمنا منهم يعني ايه غزل المحله. وطبعا الاب الروحي لنادي غزل المحله هو الاستاذ محمد حبيب رحمه الله عليه، والد معالي الوزير شريف حبيب. طبعا يعني عمل اسم غزل المحله، ومش في كره القدم بس، وفي الالعاب كلها. طيب. فغزل المحله اسم كبير، كان بيصعب علينا كلنا ان في وقت من الاوقات نلاقيه موجود في الدرجه الثانيه ومش عارف يصعد. صحيح. وده ما حصلتش يعني. يعني انا كان ليا شرف ان انا لعبت لغزل المحله حوالي 10-12 سنه كلاعب، وبعد كده حوالي 7 سنين مدرب، سواء مدرب عام او مدير فني، يعني حوالي 20 سنه في المحله. وبعدين لفيت لفه كبيره ورجعت تاني مسكت المحله لما كانوا مهددين بالهبوط، والحمد لله وفقت ان المحله تقعد. الحمد لله رجعت. وهنا عايزين نقول حته مهمه جدا يا هاني، انت عارف سهام ان انت سهل جدا تجيب احسن مدرب في العالم، بس يبقى عندك اداره ما بتحبش الرياضه فيفشل المدرب، وسهل جدا تجيب اداره بتفهم، وعندنا امثال كتيره لكده، وبتعرف تدير كويس وتجيب اي حد فتعمل نتائج كويسه والفرقه بقى لها شكل. واعتقد ان خير مثال على الكلام اللي انا بقوله دوت ان النادي الاهلي بيعلمنا كلنا، وبيعلم كل الانديه اللي عايزه تتعلم واللي عايزه تستفيد، لان انا مش عيب ان انا اتعلم منك حتى لو انا ما بنتميش لك، ومش عيب ان انت تستفيد. النادي الاهلي على مستوى الاداره وعلى مستوى المدربين اللي بيجيبهم يعني بسم الله ما شاء الله. يعني ما هو انت لما تجيب اداره صح هتختار صح. بالظبط. يعني حضرتك يا كابتن شريف بتعيد عدم استمرار فريق زي غزل المحلة لصاحب التاريخ الكبير زي ما حضرتك قلت وصاحب الجماهير الكبيرة كمان، سبب استمراره في الدورة لسنوات طويلة أو غيابه، خلينا فينا نقول يعني غيابه لسنوات طويلة عن الدوري الممتاز، واستمراره كمان بيرجع ليه إخفاق الإدارات طبعاً. اللي ما بتحبش الرياضة طبعا. بس لا ما أنا أقول لك ليه. نادي المحله مش زي اي نادي عادي، نادي المحله ينتمي لشركه. صحيح. فوارد جدا يعني لما نيجي نقول النادي الاهلي، من اول ما عرفنا النادي الاهلي لحد النهارده كل المسؤولين عن النادي الاهلي كاداره او كمجلس اداره او كرئيس نادي رياضيين ومارسوا كره قدم، يعرفوا يعني ايه الكوره ويعرفوا يعني ايه النادي الاهلي.
الاهلي ويعرفوا يعني ايه تاريخ الرياضه تاريخ طبعا. لما يجي انت نادي المحله بينتمي لشركه فوارد جدا يجي النهارده رئيس مجلس اداره زي ما كان موجود محمد بيه حبيب وابراهيم سالم محمدين وزير الصناعه السابق الدكتور غروري وزير الصناعه كل دول بيعشقوا الرياضه فكان في اولويات لكره القدم وفرقه كره القدم في المحله كنا احنا كلاعيبه بنحس ان احنا محترفين الله يمسيه بالخير طارق ابو زيد كان يقول له انتوا محترفين زي اوروبا ايام ما كان ما فيش في مصر احتراف لان كلنا كانوا مسمين ارجنتين العرب ارجنتين العرب احنا كلنا ايه يعني انا اتخرجت من كليه التجاره اتعينت في الشركه ما بشتغلش في الشركه باخد مرتب لان محترف متفرغ لكره القدم كلنا كده مش انا بس وبالتالي انت بتاكل وتشرب وتنام وتتمرن فده رياضه اداره بتحب لا لما يجي لك اداره بقى ما يعرفش الا في الغزل والنسيج بس وملوش دعوه بالكوره يحصل ايه ممكن اناقشك في النقطه دي اتفضل يعني انا يعني عندي جمله اعتراضيه كده ونتناقش فيها قوي قوي انا في رايي الشخصي ممكن جدا تكون اداره بتدير نادي وما يكونش ما يكونش عندها خبرات رياضيه كتيره لكن بتحط وبتدي الاداره الفنيه كامل الصلاحيات بدون تدخل يعني بتجيب ناس فاهمه في الرياضه بتجيب ناس على مستوى عالي جدا بتضخ اموال وده مهم جدا هتكلم مع حضرتك فيه ان في سبورت على المستوى المادي يبقى هي بتدير الكوره بشكل احترافي ان انت بتسلم كل ملف لصاحبه برافو عليك برافو عليك وده موجود في اوروبا كله بالظبط وبرافو عليك وده انت جبت لب المشكله يعني انت ممكن اجيب ادارجي زي باللغه بتاعتنا كده ادارجي مش مهم يكون لاعب كوره بس بيعرف يدير متخصص انما ما جيبش ادارجي يعرف يدير مثلا غزل ونسيج وبعدين تيجي تقول له يقول لك لا دي فلوس ده جيب بيها قطن مثلا حصل في السنين اللي فاتت حصلت معايا لما اجي اقول له عايز اجيب هاني رمزي لعيب مميز هيفيدني يقول لي لا انا عايز الفلوس اللي معايا دي اجيب بيها قطن للشركه يا عم طب بيقول لي انا مش عايزك تهبط يا عم انا عايزك تبقى في الدوري بس الاداره الحاليه محبه لكره القدم هو ده اللي حصل ان جت اداره بقى لها حوالي سنه وجي وزير قطاع اعمال مع الوزير هشام توفيق عاشق لكره القدم عاشق لغزل المحله عمل حاجات كويسه جدا دعم الفرقه اداره جه المهندس الاستاذ احمد عمرو برضه جديد لسه بس بيحب الكوره دعم الفرقه في الدرجه الاولى لحد ما صعدوا بيها مش كده وبس بدا يعمل شركه ودي حاجه ما حصلتش لسه بكده لكره القدم شركه لشركه غزل المحله لكره القدم او بالادق نادي شركه نادي غزل المحله لكره القدم فالشركه ديت هتبدا تدير بقى ملف الكوره تدير بقى هنا بقى مش عايزين نتكلم على ايه على حد فن ولا لا هو ده دوره انه هيضخ فلوس صح هيجيب سبونسر صح هيجيب شركات تدير هيبدا يدي الفنيات للتخصص بتاعها وايه مشكلتكم الماديات اهي فانت كل المطلوب منك كفني ايه بقى هنا كابتن هاني وانت طبعا مدربين الكبار وعارف انا اقصد ايه بالظبط تقدر بقى تحط عينك على اللعيب اللي يفيدك صحيح. تقدر تقول ان انا معايا التارجت بتاعي ايه ما انا بقى اما اجي اتعاقد يعني انا الحمد لله انت ما شاء الله كابتن لفيت افريقيا افريقيا باجي اقعد مثلا مع حد بقعد مع واحد مثلا شيخ من الشيوخ ومالوش دعوه بالكوره خالص في الخليج مثلا فيقول لي احنا عايزينك اقول له حلو انت التارجت بتاعك انت عايز تستنى في الدوري ولا عايز تاخد الدوري ولا عايز تبقى في نص الجدول ولا وضعك بالظبط يقول له انا عايز كذا اقول له يبقى الميزانيه كذا صحيح يقول لي ادي الميزانيه اهي بس هنتحاسب اخر السنه ده شغل طبيعي ده بروفيشنال فانت هنا ده ما كانش موجود في المحل كان يقول لك ماليش دعوه الجمهور اولا انت يعني انا في سنه من السنين كسبت الاهلي وده طبعا بالنسبه للامكانيات المحله والاهلي يعني ثمان لعيب واحد بس في الملعب من الاهلي كان بثمان فرقه المحله ساعتها في الوقت دوت كسبت الاهلي وضعت عليه بطوله الكاس وبتاع ومش عارف ايه ويجي الجمهور يقول لك لا احنا كنا عايزين نكسب اثنين ثلاثه يعني فالجمهور ملوش دعوه بالامكانيات وملوش دعوه بالحساب عايزك تكسب عايز النتيجه الجمهور عاشق غزل المحله وده من مميزات وامكانيات غزل المحله اللي لما تيجي تحطيها كده كمدير فني اقول ايه انا كفايه ان انا معايا الجمهور ده هيساند لان بيعوض لك فرق من الفنيات طبعا في الملعب بتاعك طبعا فانت هنا لما يجي يوفر لك الامكانيات دي زي ما انت بتقول مش مهم عندي بقى يكون الادارجي او المسؤول الاداري بيفهم كوره المهم عندي يكون يقول لي امكانياتي اهي خدها اهي ما يقولوش لا
انا عايز دي عشان لا ما تدخلش دي في دي، اديني الميزانيه بتاعتي وسيبني انا الشغل وحاسبني اخر السنه. وبالتالي هنا ده اللي بدا مع الوزير هشام توفيق يحطه او يحط التارجت ويحط ويفكر صح، لان يعني انا دايما بعيب على الانديه المصريه، ويمكن انا بتكلم في النقطه دي يعني ان انا لفيت فشفت الناس بتشتغل ازاي. ان انت دايما مستني اعانه، ان انت دايما مستني عايز وزير الشباب والرياضه يبعت لك اعانه عايز مش عارف اه، فانت لازم يكون كله بيشتغل خارج الصندوق، لازم يكون عندك لجنه تنميه الموارد، لازم يكون عندك اهداف ثانيه، لازم تبدا تفكر. بس خلي بالك كابتن الكلام ده كله باسم غاز المحله موجود، يعني انا كان لنا لقاء رائع مع طبعا المهندس الكبير شريف حبيب وكان بيتكلم على حلول وبيتكلم على سبونسر وبيتكلم على انك ازاي تستغل النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، الاسم الكبير والجماهير الغاز المحله، انك تعمل موارد وتبني موارد من خلال الاسم الكبير ده، من خلال السبونسر يكون موجود عشان تحقق النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، ان يكون في موارد وعوائد وفلوس تقدر تبني بيها فريق. بس عشان مش العمليه ان انا اجيب شويه متبرعين ولا شويه رجال اعمال يدوني قرشين وبعدين خلصوا القرشين اقعد احط ايدي على خدي في نص الموسم، لازم يكون في زي ما بتكون بتعمل مشروع متواليه يعني. مشروع. طب كابتن شريف النهارده يعني يمكن احنا الحقيقه يعني اتفاجئنا الحقيقه باللي حصل امبارح. النهارده غزل المحله بيتعادل مع اسم كبير طبعا لا بس بقاله غايب فتره طويله طبعا، وصعوده للدوري الممتاز ده طبعا يعني شيء يحسب لغزل المحله بعد سنين طوال. النهارده بيفوز بهدف لهدف خارج ارضه، تعادل هدف لهدف خارج ارضه صحيح مع امكانيات محدوده. بتشوف التجربه دي ممكن يعني التعادل حتى بطعم الفوز زي ما بنقول يعني صحيح. النهارده ممكن يستمر لاي مدى غزل المحله في الدوري بالشكل اللي احنا شفناه ده؟ عايزين نتكلم على الماتش بتاع امبارح ده، يعني نحط نقطه ويمكن الناس الفنيين يفهموها كويس، ان الماتش امبارح عشان ما يخدعناش كمحلويه ان 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 احنا عملنا انجاز كبير، احنا انجاز كبير ان احنا طالعين من الدرجه الاولى وبنلعب فرقه خامس الدوري وبامكانيات سموحه والمهندس فرج عامر والامكانيات الكبيره دي كلها وانك تاخد منهم نقطه في معلومهم، فده انجاز كبير بكل المقاييس. لما نيجي نتكلم فنيا، شوط اولاني احنا مش موجودين، شوط ثاني في تغيير موفق من غزل المحله كابتن خالد عيد في تغيير غير موفق من الجهه الثانيه، يعني افضل كابتن احمد سامي عمل يعني انا كنت قاعد بتفرج على الماتش وبعدين قاعد انت عارف بنهج من اللي بيعمله عبد الكبير الوادي وبيعمله اللعيب الثاني اللي كان معاه اللي هو اللهم صل على النبي في خالد رسلان واسلام فؤاد واحمد الشيخ لا انا بكلم على سموحه وفي رفيق كابو اللي هو عمل الجون اللي هو كان عليه مشكله اوف سايد ولا لا الاثنين انا وانا بتفرج على الاثنين دول عاملين لي مشكله، انا كمدير فني وانت عارف تبقى قاعد على الخط يعني كان نفسك تكون يعني عايز افكر عايز حل يعني. بفكر ازاي لو انا ماسك الفرقه اوقف الاثنين دول يعني هعمل تغيير ايه عشان الاثنين يقفوا دول، ولا هعمل كفرنج في ظهر الاثنين عشان فرق السرعات. فالاثنين كانوا عاملين مشكله كبيره جدا للمحله في الشوط الاول، واحد منهم عمل الجون والثاني جاب الجون، وبالتالي خروجهم ده اضاف لينا كتير قوي. في نفس الوقت لما انت دخل فيك الجون فاضطريت تعمل التغييرات الهجوميه فبان هنا الفرق، في هنا في عطل حصل عند سموحه وفي شغل بان في المحله، وبالتالي انت قدرت تروح ولما اتجرأت ورحت. دايما كده نقول للاعبتنا يا كابتن هاني ما تعرفش المهاجم طريق المرمى، فاحنا هم عرفونا طريق المرمى فلما رحنا وجربنا وجبنا قلنا طب ما احنا ممكن اهو احنا قادرين اهو لقيت نفسك ممكن تكسب كمان. فهو انجاز كبير للمحله في الشوط الثاني، اداء راقي جدا مع سوء اداء من الناحيه الثانيه في الشوط الثاني لسموحه، انما ما يخدعناش الماتش لان احنا محتاجين، والحته اللي بتقول عليها سامي هنا مهمه جدا، تدعيم لان شكل الفرقه محتاج. انا بتكلم اهو عشان ما نقولش ده احنا خدنا بطل انت عشان تقعد في الدوري. تدعيم في انهي خط يا كابتن؟ انت محتاج تدعيم في العمود الفقري بتاع المحل. وسط الملعب اللي هو سيرت باك لا عندك سيرت باك كويس جدا، اثنين معقولين بس محتاج واحد ثالث عشان مش هم اللي هيشيلوا على طول. محتاج في نص الملعب اثنين كويسين، اثنين يعني تقال بخبرات عاليه لان يعني الفرقه كلها كويسه بس الخبرات مش موجوده، وخبرات دوري ممتاز عايز شغل ثاني، فمحتاج اتنين خبرات كويسين في نص الملعب.
اتمنى ان خالد هيدي يفكر فيها، وخصوصا من صالحنا ان فتره الانتقالات قريبه فتلحق تعدل. فبراير سامع انها تبقى في يناير يعني كان هو الغايه دلوقتي فبراير، بس في مقترح في مقترح انها تبقى هناك، فكده يبقى انت بدري بدري تلحق قبل ما تتاخر. وبعدين التعديل ما ينفعش، محتاج مهاجم سوبر. ايدو ميسيس موجود، ما كانش موجود في الماتش امبارح، اعتقد انه ممكن يضيف، عايزين حد جنبه كمان على الاقل مع دول الخبرات. العمود الفقري دوت لما تركب عليه المجموعه الثانيه هيشيلوا بعض ويقدروا، محتاج حد في نص الملعب، لان انت الشوط الاولاني تايهين، ما حدش عارف يتكلم في في، بس في اسماء خبرات زي ما حضرتك قلت، يعني في خالد رسلان، في اسلام فؤاد، احمد الشيخ جاي من نادي مصر. تقييمك ايه للعناصر ديت في ظل ما بنتكلم عن محدوديه او يعني الامكانيات محدوده شويه؟ بصي، هو المحله جاب خالد لطفي ده ديفندر من السويس، ايوه، وجاب اسلام فؤاد ده مهاجم طنطا، وجاب احمد الشيخ ده من اف سي مصر، وجاب ايمانويل جيبتور ده بيلعب في وسط الملعب من الداخليه، جاب ايدو ميسيس مهاجم من، وجاب محمود صلاح مهاجم من طنطا، وجاب احمد حسن من وادي دجله. كل الاسامي اللي انا بقولها دي، احمد عيد، عمر رشاد، محمد، كل دول لعيبه كويسين بس ما فهمش الخبرات اللي انا بقولها. ويمكن يعني هاني اقصد اللعيبه اللي عنده خبره الدوري الممتاز، انت عارف لما تكون لعبت دوري ممتاز دول هيكتسبوا خبرات طبيعي بس مع الوقت. فانا مش عايز اكتسبوا خبرات ويكون القطر فاتني. هو خاصه الدوري الاولاني بيبقى مهم جدا يا كابتن، مهم تجميع النقاط، لان صحيح. انت دلوقتي كله بيلعب الاول على الجماليات والشكل الحلو، وانا فرقتي حلوه وانت فرقتك حلوه، وبعدين هو بيجي في التون الثاني، لا يا عم انا مش عايز الشكل الحلو، انا عايز البونت. فانت دلوقتي سهل انك تجمع، لو في الدور الثاني هتبقى العمليه صعبه، فمحتاج تدعيم بشكل كويس جدا. امكانيات الماديه ان شاء الله متوفره من وزير قطاع الاعمال، اتمنى ان اداره المحله وان خالد عيد والجهاز الفني يفكروا في الكلام ده، ويبقى في عمود فقري. لانك انت، انا لما اتفرج لما تيجي، انا خايف على سموحه كمان بالشكل اللي انا شفته امبارح. هو طبعا بدايه الدوري تبقى يعني لسه الدوري طويل، لكن بتبقى فيه ملامح معينه، وخاصه طبعاً لو بنتكلم على الفرق اللي طالعه من يعني القسم ب، يعني سيراميكا تتخبط، لسه بقول لحضرتك يعني البنك الاهلي كله تدعيمات، وده يقلقك يعني موضوع ان الثلاثه اللي طالعين، يمكن كمان خلي بالك اسوان كمان عمل مباراه رائعه ممتازة امام انبي، فالحته دي تقلقك شويه على مستقبل غزل محله في الدوري، ولا لسه بتقول لا لسه قدامنا وقت ممكن نصلح؟ لسه بدري، وخصوصا ان انا شايف ان مجموعه اللعيبه متوسط الاعمار كويسه، في روح، عايزين كوره، جعانين كوره، بس محتاج اللي يظبطهم. دايما انا اقول مدرب محتاج مساعد مدرب جوه الملعب، اللي انا بقول عليهم دول هم المساعدين في كل خط، هم دول اللي بيديروا، هم اللي بيعملوا، صحيح، ودول يساعدوك كتير. وانت عارف ان لما عندك عين ليك جوه الملعب طبعا دي مهمه، يا دوبك بتوجهه من بعيد كده هو بيعرف يدير العمليه جوه الملعب. فاحنا محتاجين دي، لان الماتشات اللي جايه صعبه جدا، وما عادش في فرقه سهله، ما عادش في فرقه سهله. ومع رؤيتك لمباراه النادي الاهلي، ماتش صعب جدا طبعا، صعب جدا، وخصوصا يعني بارك طبعا ليكم للنادي الاهلي على الثلاثيه، والنادي الاهلي يعني دولاب بطولات، يعني ادونا شويه طيب. الله اكبر. مش حاسس. لا لا مش حاسس، بقول بس يعني. لا لا عايز اقول لك، بس خلي بالك دايما، واحنا حتى وصغيرين كان دايما ماتشات غزل المحله بيبقى مباريات صعبه، يعني دايما حتى واحنا بنلعب في قطاع الناشئين لما طلعت الفريق الاول دايما مباريات غزل المحله، وخاصه في غزل المحله استاد رائع طبعا، فكانت مباراه طبعا الجماهير بتفرق، لكن ماتشات صعبه مش طبعاً سهله. كان طبعا في ملعب المحله تعودنا وتربينا من صغرنا ان مفيش حاجه اسمها تعادل في ملعبنا، يعني احنا بنقعد واحنا بنلعب لان احنا في، انت عارف، في كورباج، وراك كورباج ده الجمهور. طبعا احنا بنلعب في شمالنا بنبص على الجمهور، ويميننا نبص على الساعه بتاع الشركه. واحنا بنلعب بنبص فتره وربع ساعه، ربنا يستر الجمهور ما يبداش يهاجمنا. فبنموت نفسنا في الملعب، عايزين نخلص الماتش بدري عشان الجمهور نعينا. زائد ان في حاجه مهمه جدا، يعني انا لما كنت اخسر ماتش في المحله ما اخرجش من البيت، خلاص هتروح فين؟ هروح فين؟ همشي فين؟ وخب العربيه في احتمال تتكسر. فدلوقتي الجمهور عاشق للمحله طبعا، وجمهور قوي وبيحب الفرقه قوي، فانت بتحاول تضيف كل الطرق. فالماتشات المحله ده كان منو جوزيه وانا ماسك المحله في مؤتمر صحفي، المؤتمرات بيقول انا ببقى رايح المحله وناعي، يعني قبل ماتش المحله باسبوعين ثلاثه ببقى ناعي هم مشوار المحله وملعب المحله،
لان كان في توفيق كبير طبعا، فرق امكانيات كبير، انما كان في توفيق بصاحبنا كبير. يعني دايما انا الحمد لله كنا بنكسب الاهلي او على الاقل بنتعادل في المحل. الماتش صعب جدا، بس هو طبعا في صالح الاهلي ان انت بتلعب المباراه اللي جايه وبتاع المحل، بس اتنقل استاد الاهلي في السلام. فماتش طبعا بالنسبه للمحله صعب جدا، انما ماتش امبارح هيديله باور شويه وهيديله طموح اكتر شويه، ما كانش موجود غير لو كان طالع خسران امبارح. الحاجه الثانيه يعني في حته ان ممكن يكون النادي الاهلي عند اللعيبه الثقه الزياده ان احنا لاعب المحله اللي طالع من تحت واحنا بطل الدوري واحنا واحنا، فدي برضو في صالح المحله. المحله يستفيد من قيمه التعادل ده يعني. طبعا اديله باور واديله ثقه زياده. انما النادي الاهلي كامكانيات فرق كبير جدا. انما الكره ما تعرفش الا الموجود جوه الملعب. اعتقد بالورقه والقلم الماتش لصالح الاهلي، انما باللي انا شفته في الشوط الثاني امبارح بشويه اصرار بتقسيم المباراه بشكل كويس، بس انا اقول لكم كده ده ما ينفعش. على هتدي الخط؟ لا ما تقلقش، ما فيش مشكله، احنا بنتكلم فني وانت عارف متغيرات الكره كتير يعني ما فيش مشكله. تقسيم السيناريو بتاع المباراه بالنسبه لفرقه المحله، لازم تقسم السيناريو اول ربع ساعه من المباراه غير اخر خمس دقائق في الشوط الاول، غير اول ربع ساعه من الشوط الثاني، غير اخر خمس دقائق، خصوصا الاهلي بتاع ايه الخمس دقائق الاخرانيين. الاهلي ممكن تبقى اديك حق ان الماتش مش بتاعه خالص في اخر دقيقه اخطف الماتش. حقيقي. فانت لازم تقسم وتعمل سيناريو المباراه كويس، لازم تعمل اوراق رابحه على الدكه تحت بره، عشان انت هتقابل فرقتين، فرقه جوه فرقه على الخط. وبتقابل لعيبه عندها خبرات كبيره، بتقابل فرقه ما تعرفش حاجه غير المكسب. دي مهم جدا طبعا. والماتش دوت يعني اكد للاهلي من مكسب لمكسب، وبرده في نفس الوقت المحله الناس ما تقولش ده ماتش سموحه كان صدفه. فالماتش صعب جدا، في تحديات كبيره للجزئين. وهاخد من حضرتك وبتتكلم على دكه النادي الاهلي والمنظومه، هاخد من خلال كلامك رايك ايه في منظومه النادي الاهلي والفوز بالثلاثيه في موسم استثنائي. انا عارف انك ليك راي خاص في الموضوع دوت وليك وجهه نظر نحب نسمعها من حضرتك. عايز اقول لك ان يعني اولا زي ما قلت لك من شويه، مش عيب ان احنا نتعلم من بعض. انا في شغلي وانا محلاوي من جذور يعني انا والدي كان اصلا كمان في شركه المحله، فانا طالع محله رغم ان انا مولود في القاهره على فكره. انما انا محلاوي، لعبت من المحله من 6 سنين لحد ما بطلت، واشتغلت تدريب في المحله لحد ما خلاص وبعدين لفيت. النادي الاهلي يعلم الناس او يعلم الانديه اللي عايز يستفيد، مش اللي عايز يركب دماغه، اللي عايز يستفيد يشوف اللي ناجح ناجح ليه ويتعلم منه. النادي الاهلي اولا في اداره تعشق يعني ايه النادي الاهلي، في اداره قافله على نفسها كويسه جدا، في اداره ما تعرفش عنهم هم في مشاكل عندهم ولا لا، من كتر ما طول 20 30 سنه انا عارف النادي الاهلي ما سمعتش عن مشكله. النادي الاهلي بيشتغل صح، تخصصات بيديها لكل واحد صح، وبالتالي بيجي باختياراته صح، امكانيات صح، يدي الناحيه الفنيه للمسؤول ويقول له اشتغل والحساب امتى، مش بالحته اخر الصمت. صحيح. وبالتالي اللي بيشتغل في الصمت دوت يعني انا كنت اقول للاعيبتي كده واحنا رايحين نلعب الاهلي او الاهلي جاي يلعبنا، طبعا انت عارف ان اي لعيب في مصر كل دوركم وماتش الاهلي او الزمالك ده كون تاني خالص، تبص تلاقي قاعد ماسك المصحف وبيذاكر ومركزين ركز وابص في العلوم يعني مش معنى ماتش الاهلي بس، يقول لك يا كابتن طيب ماشي. فبقول لهم اتعلموا بقى من النادي الاهلي اللي انتوا بتركزوا قوي عشان هو الاهلي، انا عايزكم لان انا شفت الكلام ده. شوفوا لعيبه النادي الاهلي في المعسكر يوم الماتش الصبح لحد ما الماتش يخلص عاملين ازاي؟ التركيز عامل ازاي؟ مفيش هزار، كله عارف بيعمل ايه، في اوضه اللبس عاملين ازاي، الانسجام كمان ازاي، خلصوا الماتش بعد كده هيهزروا ويضحكوا. فانت اتعلم من النادي الاهلي. انا بديك مثال صغير، الاتوبيس هو بيتحرك عاملين ازاي، ما تسمعش صوت، ترمي الابره تسمعها. فالنادي الاهلي بيشتغل في صمت والنتيجه بيحصدها، لان انت لا ممكن تتكلم كتير. انا دايما اقول لعيب الكوره كده، اقول له اللاعب اللي بيتكلم كتير انتاجه قليل جوه الملعب. حقيقي. واللاعب اللي ما تسمعلوش صوت جوه الملعب تلاقي انتاجه كبير جوه الملعب. فالنادي الاهلي انا اتمنى واتمنى ان احنا نتعلم، انا بتعلم ان احنا
نشتغل في صمت وتحصد نتيجة كويسة. فالنادي الأهلي شغل شغل شغل، مفيش حس، حتى لو اتهاجم ما تسمعلوش حس، ملوش دعوة، مفيش حاجة بتعطله. زي ما كده بيجي لعيب يقول لك يا كابتن ده عمال يضربنا، يا عم اعمل نفسك مش واخد بالك منه، ركز في الملعب. الجمهور سد ودانك، هو كده شغل وده الصح. اذا عايز تنتج اشتغل. ودي دايما بتبقى يعني واحده من الرسائل المهمه اللي دايما بيطلقها الحقيقه كابتن محمود الخطيب باستمرار في اي مناسبه يكون لي في كلمه. عايزين نروح لنتائج مباريات الجوله الاولى في الدوري الممتاز اللي بدا، واعتقد يعني المنافسه قويه جدا يا كابتن. وحضرتك عندك كلام كتير قوي في الورقه البيضة دي كاتبه، فيعني عن الدوري عن النتائج كمان المباريات نبدا بيه. خلينا يعني قبل ما نقول دوت، ايه النتيجه اللي لفتت نظرك بالنسبه لك كانت مفاجاه الاسبوع الاول؟ لا ده الاسبوع كله مفاجاه. كله مفاجاه. يعني عايز تبدا من يعني مثلا لما اسوان بتلاعب امبي وانا قاعد اتفرج على الماتش ده، استنى اسوان بتكسب امبي في امبي وعامله ماتش فوق الممتاز، رغم ان اسوان قاعده على اخر صحيح اخر اسبوع سيراميكا. سيراميكا لما تلعب وتكسب 2-0 طلع الجيش، بس عنده تدعيمات برضو يعني ماشي. ما خدي بالك، ما المفاجاه في ايه؟ انت ممكن تجيبي احسن فرقه في العالم بس مفيش تجانس ومفيش حب ومفيش مفيش، لا دول كمان لسه صاعدين من تحت. أيوة. فلما تيجي تقولي سيراميكا بتكسب الانتاج الحربي، انتاج واثنين مش واحد، لا فرق، في فرق هنا، في كلام كبير. ده فاجئ حضرتك طبعا من المفاجآت يعني. طبعا فوز سيراميكا، فوز اسوان على كمان في تعادل البنك الاهلي في اخر دقيقه بعد ما الماتش راح في اخر ثانيه، تعادل مع دجله والماتش خلاص منتهي بتاعه، وبعدين في اخر ثانيه يتعادلوا. يعني في نتائج كتير، بس الماتش اللي متعني، برافو عليك انا خدتها على الزهق، اللي متعني الماتش اللي متعني قوي قوي، وبقيت يعني ايه يعني الماتش خلص كده ولا طب بعدين عايز كمان شويه، طب ما كملوا شويه كمان ان الاتحاد يخطف الماتش. شوف السيناريو عامل ازاي، 1-0 وبعدين اللي هو جون عبد الله السعيد، وبعدين يتعادل بجون عالمي، لا الجون ده يعني بتاع الولد عمار حمدي طبعا. طبعا مش ممكن راجل رقص 2 لعيبه بكعبه وخدها من الناحيه الثانيه وراح، وبعدين بقى ايه مش يعني دي لقطه لوحديها تقول عليها 10 على 10، لا وبعدين قام قاصر ودخل جوه وقام حاططها ازاي، يعني كل حاجه عملها صح. جون عالمي ويتعادل، وبعدين تحسب ضربه جزاء في اخر المباراه في اخر دقيقه على الاتحاد، وبعدين الفار يلغيها، وبعدين تترد تخش وتجيب جون. يعني في سوء توفيق كبير جدا من شريف فيها، انما في توفيق كبير جدا من ان الكروس تتعمل صح ويركبها في المكان الصح خالد الغندور ويخلص الماتش. خلاص تعرف ادي بنقول عليها الضربه القاضيه، صحيح دي الضربه القاضيه. خلاص هتعمل ايه يعني انت، يعني انت بص في وجوه كده لعيبه بيراميدز وجهاز بيراميدز، خلاص في ذهول يعني، خلاص اجيب منين وقت يعني بلعب في الثانيه الاخيره، ومن وانت قاعد وبتستني تبارك لنفسك ضربه جزاء ومستني الحكم وتخلص لما فيش ضربه جزاء وخلص الماتش. طب النهارده عندنا 3 فرق صاعده للدوري الممتاز، حضرتك تعتقد او يعني مدى تقييمك للتجربه دي، هل ممكن يستمروا في الدوري شويه ولا لا؟ بسرعان الكره دلوقتي بقت احتراف وامكانيات وشغل بيزنس عالي قوي. فاذا انت صعدتي اهلا بيك، ماشي بعدين عملتي بقى، عملتي ميزانيه صح، اخترتي عناصر صح، جبتي جهاز فني صح، فانت مؤهل جدا. والا قدامنا تجربتين، تجربه الصاعد هابط ودي حصلت كتير جدا، وتجربه الصاعد بينافس زي بيراميدز، ادي تجربه ادي أيوة تجربه أيوة. انت اخترت من الهيد من رئيس النادي صح، اخترت رئيس نادي واداره وي 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 وجهاز فني ولاعيبه صح، خلاص بقيت دايما في المربع الذهبي وبتنافس ووصلت نهائي الكونفدراليه. هي بيراميدز يعني مشروع خاص، ويمكن يعني بعيدا عن اللي بيصعدوا يمكن كان مشروع خاص، لكن احنا شايفين زي ما قالت سهام ان في امكانيات عاليه للبنك الاهلي في سيراميكا طبعا كويس وغزل المحله بالرغم من التدعيمات اللي يعني لكن مش قويه بس لسه محتاجين فنيا غزل المحله بس ظاهرين اقصد. انما انت لما تشوفي مثلا سيراميكا جايبه من ده سيراميكا قاعد بره صالح جمعه
صحيح واخد اللي هو احنا بنتمنى، بقول غلط المحله اتمنى يكون عندهم لعيب ولا اتنين بالتقل ده. فانت لما تجيب تدعيم كويس ويبقى قلبك جامد كمدير فني جوه الملعب ومعاك اللي على الدكه كويس وفي كمان بره، فانت مؤهله. فانا في رايي الشخصي ان هنشوف سيراميكا رقم واحد بشكل كويس جدا من الصاعدين على سؤالك. البنك الاهلي برضو هيبقى شكله كويس. المحله ان شاء الله لما تعمل تدعيمات تبقى افضل من كده، انما شابو وبحييهم على الاداء بتاع امبارح اللي هو باقل امكانيات وعملوا الاداء بتاع امبارح ده. في كمان هيبقى مفاجاه في الاداء، شافوا اسوان بيأدي اداء اسوان عمل ماتش هايل، عمل ماتش ممتاز. الاتحاد روح قتاليه عاليه يعني بيلعبوا الاخر سنه، وفي الموسم اللي فات برضو كان كده يا كابتن شريف والموسم بس لا بس انا اشوف ان يعني في حته بتتنقل من المدير الفني للعيب. حسام حسن بروحه حسام يعني انت شوفي حسام عليه بلن والحكم لغى البلن، شوف حسام على الخط واقف عامل ازاي واللعيبه بتجري تجيب الاوت يلعبوه ازاي والماتش خلص خلاص. يعني المفروض بقى ايه هيقول لك خلاص لطو. واحد واحد وحلو قوي كده كله بيشاور قدام قدام يلا ويخلص. فهنا الروح قتاليه لاخر ثانيه. يعني انا شايف ان الدوري السنه دي هيكون ممتع جدا، وخصوصا ان اللي صاعدين عرفوا ياسسوا ويختاروا صح ويعملوا فرق كويسه، واعتقد ان المنافسه هتبقى شرسه وخصوصا التلت التحتاني في الجدول. والاهلي ومصر المقاصة اول ماتش للاهلي قيمته ازاي في معطيات الاهلي؟ بص انت عارفه الاهلي اللي بيلعب على قد الجيم يعني ايه؟ يعني انا انت عارفه لما انا الكلمه دي بتقلق الناس على قد الجيم ديت ساعات ساعات بتفلت مننا يعني ساعات. طبعا بس عايز اقول لك حاجه، يعني انت من الذكاء ان انت ما تكون داخل الماراثون ما تبداش بالقوه كلها دايما، وانت عارف لما بتخش بطولات وبتاع وده لازم نقول مين صاحب البطوله اللي عنده النفس الطويل. صحيح النادي الاهلي عنده النفس الطويل، حتى في المباراه عنده النفس الطويل، وان كان في بعض الاوقات وفي حاجات كتير مش عجباني فنيا حاليا. في حاجات كتير بتحصل فنيا مش عجباني، لسه التجانس مش موجود، لسه في لعيبه لسه داخله جديد، لسه ما تجانسوش مع الفرقه بشكل كويس. الاهلي طبعا عنده امكانيات افضل من كده بكتير فنيا، انما كبدايه انه لسه داخل انا اعتقد انه يعني بياخد من المباراه اللي هو عايزه يعني كسبان لما تعادل انضغط مخلص تاني الجيم ورجع للمباراه في الوقت عنده. وان كان زي ما انت بتقول فنيا دي فيها خطوره لان ممكن ايه تسرق منك الماتش، تسرق منك الماتش تيجي عايز تلحق ما تلحقش. انما امكانيات النادي الاهلي الفنيه ومجموعه اللعيبه اللي عنده، الراجل ده اليو ديانج قاعد بره، انا في رايي الشخصي ان اليو ديانج ده في رايي شخصي وممكن حد يختلف معايا، اليو ديانج انا في رايي الشخصي ان يعني سنه تاني يبقى لازم يكون في فرقه اوروبيه كبيره. اليو ديانج ديفندر النموذج اللي انا كمدرب اي مدرب يتمناه فعلا. اتمنى الراجل بيشتغل كفرنج في ظهر الطرفين، بيشتغل في ظهر نص الملعب كله، بيكمل الهجمه بشكل كويس، اولا نسبة ميس باص تكاد تكون معدومة. صحيح. ف يعني أنا بتكلم كمثال، إنما قيس على كده بقى لعيبة كتير موجودين في النادي الأهلي، وبالتالي كمدير فني موسيمانا عنده القدرة إن يتفهم مش كده بس رفاهية، مش عايز أقول قدرة بقى رفاهية يعني رفاهية الاختيار. يعني أنا ببقى واقف على الخط مثلا ماسك المحل ولا ماسك في أي فرقة، أنا في وسط راسي لأن الدقيقة تفرق معايا، ولو سهيت على اللعيب كده ممكن الماتش يروح مني. وعنده رفاهيه انه ممكن ينام شويه ويكمل الماتش ويكسب. اخيرا مين اللعيبه اللي هتلفت انتباهنا في مباراه المحله والاهلي يوم الجمعه ان شاء الله؟ يعني بالنسبه للمحله انا شايف ان اسلام فؤاد اللي هو جاب الجون لاعب طنطا اللي هو نزل من التغيرات المميزه وكان المفروض يكون بادئ يعني في وان كان يعني في رايي الشخصي ان احمد الشيخ لاعب مميز جدا بس عنده نسبه انانيه شويه، او جاز عشان خالد مش موجود على الخط، لو خالد موجود كان هيبقى في رهبه شويه عند الولد لانه ايه بدا يلعب لنفسه شويه، كان ممكن خلص المباراه لصالح المحله، ده برضه هيكون مميز جدا. في كمان لعيب ممتاز محمد فتح الله كاماتشو اللي هو دقنه حالق شعره ده لعيبه في خط المساك، لعيب روح عاليه جدا، ولد شبه فان دايك، فان دايك اللي جنبه في الغلابه بتاع فان دايك الغلابه. لا بس ستايله فعلا فان دايك محمد سامي، اتمنى يبقى يعني مثل ليه لانه عنده الامكانيات، عنده الامكانيات والاثنين في تجانس بينهم بتاع دول هيبقوا مميزين، هيبقوا او هيسببوا مشكله للنادي الاهلي.
لا ان شاء الله مش هسبب مشكله مش هسبب مشكله ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقهم. انا عايز اشوف ماتش كويس. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يعني انا ما بطلبش من نادي المحله في المباراه دي اكتر من اداء جيد عشان نطمن على اللي جاي، انما المحله باذن الله باذن الله مع توقع نتيجه المباراه. بصي اللي يقول لك نتيجه المباراه ده يبقى صعب. ليه؟ انما إيه؟ لو قلت لي بالورقه القلم وانا مغلط كده اقول لك الاهلي طبعا، انما الكره ما تتحسبش كده ابدا، والا ما كانش مثلا يبقى الزمالك بيلعب مع مش عارف مين ويخرج من الكاس كده ولا ايه؟ في وقت من الاوقات الاهلي كان ممكن يخرج من الكاس. صحيح صح ولا غلط؟ وفرق امكانيات رهيبه، انما الكوره تتحسب بالمجهود جوه الملعب. انا دايما نقول للعيبه لما الحكم يصفر قول لي مبروك، الحكم لسه ما صفرش وانت كسبان خمسه ما تقوليش في قلق. انا احكي لك واقع، كنت بقى ماسك المحله وكان حسام حسن ماسك الاتصالات، والمحله اخر ماتش بتلعب الاتحاد ولازم تكسب، وحسام لازم يكسب بترول اسيوط الاتصالات في اسيوط، ولازم انا اتعادل كسبان 2-0 وانا مكسب خلاص المكسب بالنسبه لك بالنسبه لي خلاص كسبان 2-0 وبنلعب في الدقيقه الاخيره من الوقت الضايع، وجاي محمد جنيدي يبوسني عشان خلاص انا قمت ضرب الصدر، ما حدش كلمني لما حاجه مصفر لسه ما صفرش، الكره خاينه طبعا فيعني نتائج بالورقه والقلم سهل نقولها، انما كملعب يضع سره في قول الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله مباراه جيده ان شاء الله، نتمنى مباراه جيده واتمنى باذن الله التوفيق للمحله كلنا. خلي بالك كابتن شريف، احنا نتمنى ان شاء الله مشوار جيد لغزل المحله، كلنا بنحب غزل المحله وبنحب الانديه الشعبيه وخاصه الانديه اللي ليها باع كمان في الدوري المصري. وبعدين احنا نتمنى النادي الاهلي بقى يدعمنا كمان كده في يناير باذن الله ولا حاجه، احنا عايزين كام لعيب حلوين كده. والله النادي ما بيتاخرش، النادي الاهلي انا عارف كميه الاعارات اللي عارف دلوقتي الكابتن مصطفى كمان رئيس شركه غزل المحله ولا مش عارف. احنا طبعا الاهلي ما بيتاخرش طالما شايف ان ده مصلحه اللعيب انه يخرج ويعمل ده زي اللعيبه اللي رجعت. ده افضل اعداد للنادي. صحيح. زي اكرم اللي راح الجونه كتير ياسر ريان وناصر ماهر، وبتتكلم على شريف طبعا، كل ده تفكير صح. ده حقيقي كابتن، نورتنا النهارده. ده نورك يا ست الكل، ما تحرمش منك، وسعيد ان انا معاكي ومع نجم مصر والمانيا والعالم كله، مدربين ممتازين. ده خد بالك انت قاعده جنب نجم تقيل قوي. ما انا عارفه يا كابتن، تقول لي ده انا بقيت خبره جامد جدا. والله ده انا خبراتي في الكره ده بقول لك، يعني ده من زمان بقالي هتدربه قريب، مسكة جامدة. شرفتنا يا كابتن، شرفتنا ان شاء الله على لقاء تاني باذن الله. فقرة خط احمر معانا طبعا مع زمايلنا اسامة وفارس اللي منورينا وبينوروا كل يوم ثلاث، وفقرة خط احمر البيت الكبير. اسامة وفارس ازيكم؟ اهلا يا اسهام، اهلا يا كابتن هاني، كابتن شريف، ورحلته في ادغال افريقيا وتأسيس الكرة في دول افريقية كتير جدا، انا بعتبرها مساهمة كبيرة جدا من الرياضة المصرية، دايما بتضيف خبراتها للدول الافريقية اللي بتكون ناشئة في بعض المنتخبات، واستمتعنا بيكم وان شاء الله نكمل على المتعة اللي قدمتوها للمشاهد. اهلا بيك يا كابتن هاني ليبرو، اهلا بالسنتر باك الجديد سهام، اهلا بالكابتن مش قوي كده يعني يا اسامه بقى. وبعدين اللي يقعد فعلا مع كابتن هاني حتى لو مالوش في الكوره لازم يتعلم كوره. ربنا يخليك، ربنا يخليك. كبير في كره القدم المصريه، وطبعا الكابتن شريف الخشاب، بس ما تزعلش بقى ان شاء الله الاهلي يكسب المحله. يا رب ان شاء الله. قول يا رب، قول يا رب. بس انا متفق مع حضرتك ان عمار حمدي جون هو الاروع والامتع والالذ حتى على جماهير النادي الاهلي. برافو عليك. ليكوا كلام في القصه دي، نشكركم جدا. شكرا، والجماهير تستمتع ان شاء الله بحلقه ومميزه دايما مع خط احمر. الميكروفون مع حضراتكم حبيبي يا كابتن هاني، وان شاء الله تكون حلقه مميزه وحلقه مختلفه. هنطلع فاصل وانتظرونا، والاهلي خط احمر.